في مصر حيغلبهم أربعة. أربعة. الأهلي حتغلب الزمالك أربعة. أربعة. ونفرح ونشرب شاي وناكل حلاوة. إن شاء الله بقول لها يعني هي بتتوعد من دلوقتي جمهور الزمالك الحاجة فاطمة بتتوعد جمهور الزمالك ده ما يشتمش حد تاني. أوه. ما يشتمش حد تاني. الجن انا بك يا رئيس الزمالك. ما هو ما بي يعني انت عارفه اهو حافظ المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك. اه انا ما اعرفش. ما هي هي رئيس الزمالك ما يشتمش خلينا في الاهلي بس. الاهلي ما يشتمش رئيس الاهلي. انت يا حاجه يا اخي ولا يهن اي حد له واضح. يعني الروح الرياضيه تبقى موجوده. خليه الروح الرياضيه موجوده علشان تكسب. انتم ما بتكسبوش من قلة اراضيكم. ما معكوش اراضي الزمالك. يعني فريق الزمالك ما عندوش ارادة الفوز. لا ما عندوش ارادة اللعب. والاهلي عنده روح الفوز. عنده روح طويلة ولعب جديد وهم جد في كل حاجة. الاهلي. بتعرفي لعيبة من الاهلي؟ ها؟ بتعرفي لعيبة من الاهلي؟ انا بعرفهم كلهم وبعرف قدام البتاع. مين تعرفي مين فيهم؟ لا ما بعرفش الرجال. لعيبه وخلاص مش عارف غير بس بعرف اللي جاي بجول. اللي جاي علي معلول. علي معلول علي معلول بيجيب جول واثنين وثلاثه وراسه قد كده. حاجه حضرتك بقالك كام سنه بتشجعي النادي الاهلي؟ بتشجعي كوره بقالك قد ايه؟ بقالي 30 سنة بتشجع الأهلي؟ اه والله. انا من يومي ويا ولادي في الأهلي بشجعهم وبقعد قدام التلفزيون لما يخلص خالص. لما يخلص كل يوم كل يوم كل يوم ما كل ما يجوا يلعبوا كل ماتش يعني كل ماتش. والله وبشجع اللي بيلعبوا بالبتاع المصارعه. ربنا يديك الصحه يا حاج يا رب. بشجع المصارعه بس بيصعبوا علي وهم المصريين كلهم بيصعبوا علي وهم بيرموا نفسهم بعضهم. ده المصارعه.